السلام عليكم، أنا طارق، أهلا بكم في فيديو جديد. أعتذر عن التأخير والانقطاع مؤخرا لسبب إن كان عندي مرض شوية، وبعدها كان عندي مشاغل كتير جدا. حب أشكر كل الناس مبدئيا اللي تواصلت معي. الناس اللي خرجت من أوكرانيا حاليا، في بعض الناس اللي عندها بعض الأوراق اللي راح تنتهي، سواء أوراق أوكرانية أو الناس اللي محتاجة إنها تحضر بعض الأوراق أو بعض الأشياء من أوكرانيا، سواء أوراق جامعية دراسية وغيره. ولذلك وصلني سؤال بشكل متكرر. أنا الآن موجود في أي دولة في أوروبا، حصلت على الحماية المؤقتة وحابب إني أروح أوكرانيا أعمل شوية أوراق وأرجع مرة أخرى، هل في مشكلة في هذه القضية؟ هل في أي مشكلة أو أي قيود أو أي شيء يمنع من الخروج؟ خليني أجيبكم بشكل مباشر، لا يوجد أي مشكلة. يوجد لبس عند بعض الناس اللي بيعملوا خلط ما بين قانون اللجوء، مثل القانون المطبق على السوريين، العراقيين، الناس اللي قادمين من سوريا، العراق، اليمن وغيره من الدول اللي فيها نزاعات، وبين القضية بتاعت أوكرانيا. لأن في أوكرانيا بلد أوروبي، وأوكرانيا من قبل الحرب مصرح لمواطني أوكرانيا دخول وخروج أوروبا بدون فيزا أو بدون أي إجراءات. لذلك القوانين بتاعت الحماية أو اللجوء المطبقة للناس القادمين من هذه الدول تختلف تماما عن الناس القادمين من أي دولة أخرى على مستوى العالم. لذلك باختصار، لا يوجد أي مشكلة. عندك إقامة سارية في أي بلد في الاتحاد الأوروبي، يعني إقامة الحماية المؤقتة أو اللجوء كما يسميها البعض، لا يوجد أي قيد أو أي مشكلة بأنك تتوجه مباشرة إلى أوكرانيا، تخلص أمورك وترجع مرة أخرى. ولكن في بعض الدول في فترات معينة يجب ألا تتجاوزها. على سبيل المثال، أنا أقيم في سويسرا. بالنسبة لأي شخص قادم من أوكرانيا وحصل على الحماية المؤقتة في سويسرا، يجب ألا يظل أكثر من 14 يوم، يعني أسبوعين، خارج سويسرا في فترة كل 3 شهور. يعني كل 3 شهور عندك على الأقصى 14 يوم تكون خارج سويسرا. في حالة أن تجاوزت الفترة، طبعا لا أعتقد أن حيتم إلغاء الإقامة بشكل مباشر، لكن أعتقد أن حيتم البحث بشكل عام، وممكن لو بتحصل على مساعدات من الدولة يتم قطع المساعدات أو يتم مطالبتك بدفع غرامة أو أي مبلغ مالي وغيره وغيره. يوجد بعض القوانين المشابهة في بعض الدول الأخرى مثل النمسا. النمسا في فترة معينة يجب ألا تتجاوزها خارج النمسا إذا كان عندك قانون الحماية المؤقتة، وإذا كنت تتلقى مساعدات مادية من الحكومة النمساوية، أي لا تعمل أو غير مسؤول عن نفسك أو غير أوتونوم. يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة من حكومة الدولة اللي أنت مقيم بها، لكن لا يوجد أي مشكلة أنك تذهب إلى أوكرانيا وترجع مرة أخرى. نقطة أخرى بالنسبة للذهاب إلى أوكرانيا، الناس سألوني عن أفضل طريقة نذهب ونرجع مرة أخرى إلى أوكرانيا، لأن حاليا كما تعرفوا لا يوجد طيران إلى أوكرانيا. فحيكون أسهل شيء أنك من المكان اللي أنت فيه عن طريق الحافلات، ويوجد باص أو حافلة بشكل مباشر على معظم مدن أوكرانيا، أو عن طريق القطار من بولندا إلى أوكرانيا، أو عن طريق بعض السيارات على بعض صفحات الإنترنت اللي بتقوم بالتوصيل. وبالمناسبة، أي شخص مهتم من أي دولة في غرب أوروبا أن يذهب إلى أوكرانيا أو من أوكرانيا إلى أوروبا، يقدر يتواصل معي بشكل مباشر، وأنا إن شاء الله يدبر له المواصلات عن طريق بعض المعارف وبسعر جيد وبفترة قصيرة. لأن على سبيل المثال، هنا في سويسرا يوجد حافلات تتوجه إلى أوكرانيا، لكن بتذهب عن طريق بولندا وبتأخذ الرحلة أكثر من 40 ساعة، فالموضوع متعب شوية. هذا كان معلومة أو سؤال تردد كثيرا، إن هو عن الذهاب إلى أوكرانيا، هل يوجد أي مشكلة وكيف نستطيع أن نذهب إلى أوكرانيا بأسرع شكل. أتمنى أن تكون المعلومة واضحة. أشكركم للمتابعة، إن شاء الله نلتقي ونعمل فيديوهات كثيرة جدا الفترة القادمة، وحابب أني أشارك معكم بعض الفلوجات من مدن مختلفة في أوروبا. أشكركم للمتابعة، وما تنسوش تابعوني على الإنستغرام، وتقدروا ترسلوا أي أسئلة عندكم هناك وأجاوبكم إن شاء الله في أسرع وقت. أشكركم مرة أخرى، نلتقي في فيديو آخر قريبا. تشاو.